الأساتذة الكرام، الإخوة أعضاء مجموعة تاغادا، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في هذا الفضاء الثقافي بالمكتبة الوسائطية بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء. كان من الواجب علي أن أحضر بينكم في هذا اللقاء لما لي من ارتباط شخصي مع المجموعة منذ نشأتها إلى اليوم، لأستمتع معكم بذاكرة تنتمي إلى الحي الذي ولدت ونشأت به، وحملت على كاهلي سنين طويلة عبء المساهمة مع الكثير من أبنائه وجزءا من مسؤولية رد الاعتبار إليه. مجموعة تاغادا تميزت فيما تميزت به بعدة خصائص، ذكرنا من خلالها خلال هذا الندوة أنها حملت تقنيات المسرح إلى ركح الغناء إذا صح التعبير، واحتفظت كذلك بمجموعة من تقنيات المسرحية التي سواء أخذوها يعني عن طريق التجربة أو من خلال كذلك تتلميذهم على يد الأب المسرحيين شيخ المسرحيين الطيب الصديقي. قلت أن هذه المجموعة أهم ما ميزها أنها بقيت لمدة 50 سنة، وتم الاحتفال بها والاحتفاء بها غير ما مرة، لكن تكريم هذا اليوم يكتسي صبغة خاصة لأنه تكريم أولا بمناسبة انطلاق احتفالية 2023، أي ذكرى مرور 50 عام، نصف قرن من الزمن على تأسيس تاغادا، اللي انطلق بواحد ندوة فكرية أطرها أساتذة معروفين وكبار اللي قاربوا موضوع الاختيار والمسار تجليات الفرادة في المدرسة التاغاداوية. كان يوم إمتاع، يوم مؤانسة، يوم فائدة، يوم اللي اعتبروا أن وجودنا في هذا الصرح الثقافي بجانب تاغادا هو تكريم للإنسان، لأن الإنسان قبل العمران. هذه ندوة فكرية حضروا فيها أساتذة ودكاترة وزينين عندهم إلمام بهذه المواضيع كلها، على رأسهم الدكتور حسن حبيبي والدكتور حبيب ناصر والإعلامي عبد الله لوغشيت، وتسلط الضوء على واحد المجموعة هذه الأشياء الأهم فيها، وهو لماذا استمرت هذه المجموعة طوال هذه 50 سنة، شنو هي المسببات. وحنا سنعرفوا بأنه المجال الفني والمجال الإبداعي هو مجال صعب، مجال ديال التحمل ومجال ديال الصبر ومجال ديال التضحية. فمسرح تاغادا هو مسرح متميز، مسرح متميز. مجرد أنك ما تقرأ النص المسرحي ولا كتفرج في المسرحية تتعرف بأنه هذا النوع المسرحي هو نوع من اختصاص مجموعة تاغادا. مجموعة تاغادا أيضا استطاعت في هذه 50 سنة أن تدخل المضمار ديال المسلسلات وديال السكتشات، إلى درجة أن المسلسلات ديالها تسمت تعرفت هي بهذه الأرقام 55 66، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه يتدرج المسلسل الجديد وحده من جوج وياخذ القيمه ديالو. هذا اللقاء المتميز الذي كان بمناسبه مرور 50 سنة على مجموعه تاغادا الحافله بالعطاء، عطاء فني في الاغنيه، عطاء كبير في المسرح، عطاء كبير في المسلسلات. يكفي هذه الجمعيه
الاستمرارية التي قامت بها ولا زالت تقوم بها. مستقبلها حافل بالعطاء المتجدد الصالح لكل الأجيال ولكل الفئات المختلفة. تحية، لأن اليوم كانت هناك ندوة حول تقدم، حضرها دكاترة أصروا وألحوا من خلال هذه الندوة في توصية خاصة أن تدون هذه التوصية وأن يكون لهذه المجموعة استمرارية وانفتاح من ورائه جيش من الدكاترة الجامعيين والأساتذة الملمين. اليوم كان لقاء ثقافيا بامتياز وماتعا، حيث يوثق لفترة نصف قرن من عمل مجموعة تقادة للمسرح والفن والثقافة. هذا العمل الثقافة الشعبية بحاجة إلى التوثيق، هذا العمل للتوثيق أصبح ضروريا، بحيث أصبح نعيش في زمن علم بلا ثقافة، والثقافة أصبحت في مهب الريح. لهذا أنا أقترح على مجموعة تقادة النقل هذه الخبرة ديالهم وهذا الاجتهاد ديالهم وهذا المسرح ديالهم والغناء ديالهم إلى التوثيق وينشر وينقل أيضا إلى الجامعة عند الطلاب، حتى يتعرف الجيل الجديد على الثقافة الشعبية المغربية الأصيلة. تقدى هي مجموعة متميزة وقد تعرفت عليها منذ السبعينات عندما كانوا يشتغلون بدار شباب ثم انتقلوا إلى الطيب الصديقي. هي المجموعة المتميزة والتي كانت طبعا على المستوى الوطني تعرف بأغاني الشعبية، وهي المجموعة الوحيدة التي كانت تتعامل مع ما يسمى بالكمان أو الكمانجة. وهذه الذكرى الخمسينية لهذه المجموعة فهي أولا نريد أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الحاج شعيب فقار اللي هو ابن الحي المحمدي والذي يحب أبناء الحي المحمدي حتى النخاع، والذي كان أحد أعضاء جمعية رواد القلم بدار شباب الحي المحمدي في الستينات. ومجموعة تقدى أولا لها خصوصيات بالإضافة إلى الملابس والحركات، فهي تقوم على النبش في الذاكرة الاجتماعية والذاكرة الشعبية للشاوية، وحتى المقامات الموسيقية التي تتعامل معها فهي مقامات موسيقية تمشي مع الشعب مع الشعبي مع إلى آخره. فنشكر كل القائمين على هذا الحفل ونتمنى لهم أن يقوموا بتدوين كل ما من سواء في المسرح أو في السيناريو أو في الأغنية الشعبية، وشكرا. الشكر هو قليل جدا من جهه هاد الناس هادو اللي انا شخصيا سواء على الناحيه العائليه ولا على الناحيه العمليه على المستوى العائلي، احنا الحمد لله كان عندنا احتكاك بهاد الناس هادو بزاف واللي تعلمنا بزاف، واننا نفتخروا بهويتنا ونفتخروا بمغربيتنا ونفتخروا بالتراث ديالنا. من الناحيه العمليه كنت من الناس المحظوظين بحالي بحال بزاف ديال الناس اللي استفدوا من المشتل الفني للثقافه والفنون الشعبيه لمجموعه تقادة في 2005 2006 الى يومنا هذا. تعلمنا فيه بزاف ديال الحوايج اللي ابرزها كيف قلت هو انه نفتخروا حنا بهويتنا المغربيه، نفتخروا بفننا، نفتخروا بتراثنا، بموسيقتنا، بمسرحنا، بسينمانا، يعني بجل انواع التراث المغربي نكونوا فخورين قدام العالم. حنت سيدي ربي حط لنا ناس بحال هادو اللي وفروا لنا بزاف ديال لو سوتيان، ماشي مادي مي معنوي سورتو، هو اللي كتحتاج لا جوناس باش تبقى استمراريه. اولا وقبل كل شيء تقدى هو اسم اللي ما يمكنش نختصروه، المسيره ديالهم هي 50 سنه، ما يمكنش نختصروها في شي حاجه اللي هي بسيطه ولا نتكلموا عليها في بضع دقائق او ثواني. وثانيا انا الابنة ديال السي دخوش احمد روداني، وبما انني ترعرعت وسط هذا التراث المغربي وسط هذا الفن، وكنت ديما تنحضر معاهم من الصغر، يعني لا المهرجانات ولا الحفلات ولا المسرحيات، وقريت الصحافه وفي لو بروجي دو فان ديتود ديالي اللي تكلمت على هذا الموضوع، واللي كان الاشكاليه ديالي فيه هي المجموعات الغنائيه بين الاصاله والمعاصره. الشيء اللي اليوم نيت في الندوه دواو عليه ودوينا على ان الاستمراريه ديال هاد الفنانين او هاد المجموعه هي الاصاله، وهي التشبت بالمحليه. ندوي على هاد الفنانين اللي من بينهم الاب ديالي واللي انا كنفتخر به في هاد البضع دقائق البسيطه، ونتمنى ان هاد الكلمات المتواضعه تكون في محلها. اليوم كنحتفلوا بذكرى 50 لتأسيس ديال المجموعه ديال تقادة، 50 سنه ديال
ديال العطاء والابداع والوفاء. الوفاء للتراث المغربي والوفاء للتمغربيت، راه ماشي بالسهل باش تقدر تستمر 50 سنه. 50 سنه يعني تقادة راه تعاقبوا عليها واحد المجموعه ديال الفنانين، منهم اللي مات الله يرحمه واللي باقي في الحياه الله يطول في عمره، وكنتمنوا لهاد المجموعه المزيد من التألق والإبداع، وتقادة ديما غتبقى مقادة. هاد الجلسة أعطتنا عدة اتصالات بإخوان قدماء وجدود من الحي المحمدي اللي أحيت معهم ذكرى الحي المحمدي وكفاح الحي المحمدي. وهذه القاعة مرات ومرات نستدعو إلى حضور المسائل الثقافية والتربوية والعلمية. أخذنا عدة خطب وفرحنا بها، وكلمات كانت في المستوى، والسيل الرداني ما قاله إلا من قلبه الخالص. والسي الحاج الفقار له لنا عدة التفاتات للثقافة والعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا نهار كبير بالنسبة لي. منذ 1972 إلى 2023، 50 سنة، نصف قرن. اليوم كنحتفلوا بهذه المناسبة وفي هذا الصرح الجميل اللي كيترأسوا أو اللي مشرف عليه واحد الرجل جميل وأفضاله علينا وعلى واحد المجموعة ديال الناس. الحاج بشعيب فقار رجل أديب وإداري و و و و و رجل إنسان، رجل خدوم، رجل ابن الحي ويحب الحي. يعني وكانت الفكرة ديالو صائبة، وساهم معنا ماديا ومعنويا، وساهم معنا يعني بالكلمة ديالو ديال الافتتاح، الترحيب لهاد الناس اللي حضروا، اللي هما هامات، اللي هما قامات ثقافية فنية رياضية إعلامية ومن الجمهور. وكانوا مداخلات جميلة جميلة تحيي فينا واحد الحياة أخرى، وتدفعنا إلى الحلم بخمسين سنة إلى طول الله العمر. وباش ما ننساش، أنا يعني أول مرة تنشاهد تسرح هاد المعلمة اللي أنا منبهر بها. وكنشكر بزاف الحاج فقار اللي في مرتبه ديال العم، اللي كنعتبره من العائله، وعنده واحد الافضال كثيره وكبيره على المجموعه ديال التقاده وعلى العائله بالخصوص، على الاب ديالي اللي هو الروداني. وكان من هذا المنبر كنطلب ليه الشفاء العاجل، والله يطول في عمره. واللي اللي 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 ما ساعدش غير تقاد، راه عنده فضل على واحد المجموعه ديال الفنانه وابناء الحي المحمدي، وكنشكروه والله يطول في عمره. ونحن جد ممتنين لرجل خدم المسرح المغربي وخدم الثقافه المغربيه، ولا زال يخدم الثقافه المغربيه من خلال هذه المؤسسه العريقه اللي هي مؤسسه مسجد الحسن الثاني. والحديث عن الحاج فقار، الحاج فقار الذي كان يوقع مجموعه من المقالات الهامه جدا حول ذاكره الحي المحمدي وذاكره المجموعات وذاكره الفرق المسرحيه باسم ولد دريس. فالحاج هو جزء من هذه الذاكره، وهاد ما قدمه اليوم يعني من خلال اسهامه في ترسيخ هذه الذاكره يعني يحسب له، الى جانب ما يحسب له من حسنات التي اسداها للمشهد الثقافي المغربي. اخص بالشكر هنا استاذنا ايضا الحاج فقار، شفاه الله، اللهم رب الناس هذه بالباش في، انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك، اللهم يا ربي شافيه وعافيه. قطب الحركه الثقافيه الفنيه بامتياز، وله عطاء كبير في الحي المحمدي الذي ترك من خلاله بصماته على مختلف المستويات الثقافيه الفنيه الرياضيه والتربويه والاجتماعيه. فهذا الصرح الثقافي هذا اللي سميته مؤسسه المسجد الحسن الثاني يقوده رجل، لولا ذلك الرجل لن تكون معنا للعمران. هذا الرجل
هو معروف ومحسوب على الانتليجنسيا، على نخبة المثقفين. خبرناه في الحي المحمدي محب متيم صوفي في حب الحي المحمدي وفي حب الثقافة وفي حب الفن وفي حب في كل ما هو أصيل وفي حب تمغربيت. إنه الذي كان يوقع وهو في أوج سيره للإدارة المغربية كان يوقع أعماله الأدبية والبحثية باسم بوشعيب بن دريس. إنه الحاج بوشعيب بن دريس أفقار رعى هذه الاحتفالية من خلال العلاقة، العلاقة الحب، علاقة تجمع كمية الحب لالشيمي دو لامور بينه وبين تقادة وبينه وبين كل ما هو أصيل، ما هو إبداع، ما هو تمغربيت. اليوم مشهود كما قال الأستاذ بوشعيب أفقار في كلمته الافتتاحية لفعالية هذه الندوة، قال هذه لحظة صوفية. فعلا هذه لحظة صوفية في رحاب مؤسسة مسجد الحسن الثاني وفي رحاب تقدة. هذا الرجل جميل وكبير، شكرا له وشكرا لكل القائمين على هذه المؤسسة من الصغير حتى الكبير، كلهم ناس لقينا الترحاب ولقينا البشاشة ولقينا يعني هاد الندوة إن شاء الله غادي نشتغلوا عليها باش تخرج من نظري ومن الكلمة إلى تطبيق وإلى أنها تكتب تجول الجامعات المغربية كلها إن شاء الله من طنجة حتى القويرة.